من كنت صغير كنت أحب ألعب في الشارع، كنت أحب ألعب مع الصبيان، والوالدة الله يحفظها كانت ترفض هالشيء، تحبنا نكون بس قاعد في البيت، ومن يعدي المغارب وأنا داخل البيت. فيوم الأيام دشيت البيت وخليت مخاد على السرير وخليت كورة ولحفته طلعت من الدريشة، لكن صادتني يمكن نجحت صادتني في هاليوم، بس ما كانت تدري إن في المستقبل إن طول عمري بلعب في الشارع وأطلع معي جروبات بعد. أنا أحمد جمشير كشتة تورس. السالفة بدأت من حضور المباريات. أنا واحد وايد أحب أتابع مباريات، يمكن من النوع اللي قبل مباراة بساعة نص ساعة أقعد قدام التلفزيون وأشوف التحليل، أشوف حتى اللاعبين وهم يحولون من الباص ورايحين المباريات. فوقتها كنت أفكر في المعلق وأفكر في المحللين، هذا إيش كثر محظوظين، إيش كثر هو مستانس وقاعد يروح شغله، يشتغل يسافر مع المباريات ويحضر داخل الملعب، يحضر الإيفنتات برا الملعب. فوقتها قررت إن لازم أشتغل في شيء أحبه. كنت موظف حكومة وما في قصور على شغلي السابق، بس أنا ما كنت مرتاح. فقعدت أفكر شلون أفتح بزنس، في أي مجال أفتح بزنس، وفي بالي المباريات، إن ذلين قاعد يروحون الشغل وهم مستمتعين، فمحتاج إن أشتغل في شيء وايد أحبه. فقعدت أدور أشياء، فكرت أشوف أكثر الناس تصل فين شنو تبي. وقتها كنت أنا أرتب الطلعات، إذا يبون يطلعون يكشتون يصلون فيني، أحمد رتب لنا. فحسيت إن في حاجة عند الناس تبي أحد بس يرتب لهم، وفي ناس أساساً ما تعرف وين تروح في البحرين، وفي ناس تعرف وين تروح بس ان تبي احد يرتب لها من A to Z. ففكرت في فكره كشته، ونفس الوقت اشوف ان الناس ليش تسافر، تسافر عشان اكتيفيتي. فهل هاي الشيء هالاكتيفيتي اللي الناس تسافر علشانها والرحلات اللي قاعده تصير برا ممكن نسويها في البحرين؟ وأتذكر كلام الناس، البحرين ما فيها إلا سينما، البحرين ما فيها إلا مجمعات. أنا حسيت وقتها لا، الشيء اللي أحبه في حاجة له في السوق، فممكن إن أربطها مع بعض ونسوي بزنس. بعدين قمت أسوي نفس الريسيرش، أسأل ربعي اللي حواليني هل هالفكرة هذه راح تنجح أو لا. فأذكر وأنا قاعد أتكلم واحد من الصبيان كان يانا في الشغل، قلت له بروح أجيب باص بخلي فيه سياكل وراح نأجره في سيستم تور. أول ما بديت يعني فكرة السيكل كنا فكرة نفس الباعة المتجولة، يعني عندي سجل وعندنا كل شيء، بس كنت أروح الممشى. يمكن أول سنة يمكن ما حصلت كاستمر، أول سنة ما حصلت كاستمر، ما في أحد، بس يطوفوني على القون. فعقب عرفت إن حسيت إني أحس إن الفكرة إنه واو الفكرة بتنجح، بس في مشكلة، وين المشكلة؟ استهدفت ناس ثانية، فكان استهدافي حق الفئة كان غلط. فايش سويت؟ شلت السياكل، قلت هالطريقة ما تمشي، خليتهم في السيارة مرة ثانية، وقمت أفتر على الجمات الكشخة، أفتر عليهم أقول لهم تعالوا سووا كارديو أوتدور بدل ما تسوونه الكارديو داخل المشين، تعالوا نسوي برع ونفس الوقت يكون في جو فاني والجيم تعرفون على بعضهم أكثر. فأتكلم حق الأونر، فمنها هني ابتدت.
كانت تابعني واحدة كانت حدا متحمسة أن تركب سيكل. فيوم قلت لها تعالي يوم الاثنين، احنا كل اثنين ندرب سيكل. فيوميات اكتشفت انها جدة، فأنا وايد استمتعت انه قدرت نوصل حق هالناس هذه، وللحين عندها شغف. هذولين الناس يعني نموذج لنا شلون نكبر ونكون رياضيين ونكون مستمتعين في الحياة. وتعلمت مشي سيكل في يوم يومين، تعلمت مشي سيكل. يوم تعلمت قالت لي وديني سوق المنامة. قلت لها فعليك اوديها سوق المنامة، بس قالت لا تصورني. قلت ان شاء الله ما في شيء اصوره. وديت سوق المنامة، كان معنا جروب ثاني، ولسوء حظها اول ما دشينا عن باب البحرين شافوها ربعها. قال اسمها ام فلان، شو تسوين هني؟ وهي زعم ما تعرفهم ومشت. يعني احنا وقفنا نصور في اللوكيشن، هي مشت راحت بروحها، يا زعم مشيه. هذه اول مره، يعني اول مره تروح وربعها يقولون لها، يعني كانت متفاجئه، يعني مستحيه ان تمشي سيكل بهالعمر داخل سوق المنامه. هاي بس اول مره، الحين اذا تطلع معانا صور سيلفي تقول يا احمد صورني. اي بس كان اول الشوت الاولي، بس الحين امور طيبه. الناس قاعده تعتقد ان كشته شيء وايد بسيط، فمو بالضروره واحد يكون عنده مصنع علشان ينتج شيء مكتوب عليه ميد ان بحرين. بالنسبه لي ان شعور هاي الجده وهي طلعت من بيتها وقاعده تمارس حياتها وهي كنا في العشرينات وتصور سيلفي، بالنسبه لي هذه انجاز وطني ومكتوب عليه صنع في البحرين. الموضوع هو مو بس رياضه وناسه وبزنس، لما الواحد يروح مكان وأول مرة يشوفه في البحرين ويرفع التلفون ويصور سيلفي وكان مسافر برا وعامل سياحة، هاي الكونكشن بينه وبين هاي الأرض اللي صارت، هاي إنجاز عظيم بالنسبة لي.